من بلدك غصبا عنك، ما بصير يضلك برا. يعني يا لعيب يا خريب بالشارع، ما بصير، بدك بالنهايه تفوت. ويعني انا بتمنى كان معانا بالمجلس السابق هذا يكون في 20 15 اخوان مسلمين قاعدين في هذا المجلس، ونتحاور وبنتناقش وبنختلف. هذا 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 اللي هذا طيب. اللي سوى 111 في غيابهم. هذا غيابهم. لو كانوا موجودين كان بيطلع زي مجلس النواب كل يتحملون نفس النسبة، يتحملون يعني جيب 17 مع 9 ما صوتوش هي 26 تطلع بالنسبة أبدا 80 50 زي إذا ما يتحملون جزء من المشكلة وزي نفس النسبة منطقية. ولذلك ولذلك يا أخو أنا عايش أنا يعني أنا يعني ما يعني نقابات من النقابات المهنية عايشين مع مختلف التيارات من أقصى الشمال لأقصى اليسار لأقصى اليمين، وكان هي اللي بتعطي الحيوية للنقابات وجود الناس كلام جميل كلها مع بعضها. طيب اسمح لي أخذ خالد عياصرة. أخي خالد حياك الله. مرحبا. حياك الله أخي خالد. سؤال الدكتور من بوح العبادي، فيما لو قررت الحركة الإسلامية المشاركة بالانتخابات، هل ستكون هل سنشهد إقبال كثيف من المواطنين على التسجيل للانتخابات تسجيل واقتراع وغيره، ونشوف الانتخابات تمت بطريقة كما يريدها تريدها الحكومة؟ طيب خلاص أخي، لن يشارك ولن ترى إقبال هذا إن شاء الله. هذا سؤال افتراضي. شكرا. طارق محمد خير، حياك الله أخي طارق. هلو. حياك الله أخي طارق. طبعا. الله يعطيك العافية. حياك الله. سيدي احنا شهدنا، أنا بوجه كلامي للدكتور ممدوح العبادي، شهدنا أنه رئيس الوزراء لما بده يمارس ولايته العامة يقال ويطلب منه تقديم استقالته أو إما يقال وما يقدم استقالته، وكذلك رئيس المجلس القضاء الأعلى لما بده يأخذ برأيه ويمارس صلاحياته الحقيقية يقول له أروح مع السلامة. ولذلك الإخوان المسلمين بفاوضوا مدير المخابرات، لأنه صاحب الولاية العامة هو مدير المخابرات والديوان الملكي، من هنا تدار البلد وهم بصدور الأوامر ليش يصوتوا ليش نعم. وهذه مختصر الموضوع. شكرا. شكرا طارق محمد خير، شكرا جزيلا. الانتخابات ستجري سيدي، شاركتم لم تشاركوا هذا شأنكم. على كل حال سبعة رئيس حكومة يعني بتكرر طبعا الانتخابات ستجري، هذا تصريحات رئيس حكومة أقوى. هذه التصريحات التي نقراها ليس كذلك؟ طيب جيد. الآن رئيس الحكومة ذهب وسجل الانتخابات له ولزوجته الكريمة ولعائلته الكريمة، انتهى الموضوع. قال لك الانتخابات ستجري في موعدها هو الناطق باسم الحكومة، إذا الانتخابات جارية جارية لغاية اللحظة. هذا مش صحيح. كيف؟ اولا علم بغيب، يعني ترجم بالغيب يعني. ألم يقل رئيس الوزراء يا أخي وسمح المعايط معليش ورئيس الحكومة هل هذا هو سيجري الانتخابات؟ حتماً لا، بالدستور لا يستطيع أن يجري انتخابات. كويس. طيب حتماً هذا الرئيس إذا بده ينسب بحل مجلس النواب لأجل إجراء انتخابات، يعني قد لا تجري انتخابات هذا العام؟ أنا في ظني قد لا تجري انتخابات هكذا. طيب أنا جيد، أنا هذا موضوع آخر أنا لا أعرف، بس أنا إذا جرت على السلطة اللي أنت بتمارسها، أنا بقول أنت قررت. أنا أقرأ ما يقولون، أنا لا أعرف. أنا بقول لك رئيس الحكومة الحالي فايز الطرانة لا يملك هذا القرار، لأن هو حتماً بعرف التعديل الدستوري ملزم بتقديم استقالته بعد ما يحل مجلس نواب بأسبوع، ولا يستطيع أن يكلف مرة أخرى برئاسة حكومة. طب هذا كلام تقول التعديلات الدستورية بائسة. لا ما قلنا. طيب كويس كويس. ليست كافية. البعض يقول. طيب بس سأرجع لك بس دكتور ممدوح العبادي، توافق على هذا الكلام أنه قد لا تجري الانتخابات السنة هذه؟ طبعا الانتخابات أنت بتقول في لا تجري في موعدها، موعد الانتخابات بعد سنتين الرسمي الدستوري، لأنه الانتخاب لأنه المجلس النواب 4 سنين ليس السنة. لازم الانتخابات أجريت ب 2010 أن تجري في التالية في 2014 هكذا. هلا يحق لجلالة الملك أن يصدر قرارا بإجراء الانتخابات، لسه لحد الآن لم يصدر قرار. عندما يصدر جلالة الملك قرار، الهيئة المستقلة هي التي تحدد الموعد. صحيح. شهر 9 12 14 هي هذا الدستور. لذلك انت تقول انها ستجري في موعدها 2014. طيب اذا جرت الانتخابات هذه السنه اللحظة. اذا جرت الانتخابات هذه السنه هكذا السؤال. أيوة 27 نائب على القائمه الوطنيه جيد. برايك يا دكتور نبيل الكوفحي، هل هؤلاء 27 المفروض نواب وطن فعلا، يعني سينتخبهم من الشمال من الجنوب، سيحدثون فارقا من حيث النوعية تغييرا على أداء المجلس؟ أنا أعتقد أن 27 من 150 تتحدث عن 18% نقصات. أنا في ظني أنه سيكون أثرهم ضعيف جدا. أنا لا أقول لن يكون لهم أثر، سيكون أثرهم ضعيف لأنه ستتوزع 27 فسيفساء واسعة من الأحزاب. يعني حزب بيطلع له مقعد، حزب هذا إذا كانوا كلهم أحزاب أصلا يعني.
حقيقة بتتوزع لأنه هذه قوائم. ثم هنالك للأسف القانون يتيح لتكتلات مشيت هذا ساعة النائب معالي النائب يتيح لتكتلات أن تمارس عمل الأحزاب، وبالتالي هذه التكتلات ليست لها حقيقة برامج حقيقية، لأن لو لها برامج كان أسست حزب أو انضمت لأحد الأحزاب. وبالتالي أنا في ظني أن الأحزاب في ظل الوضع الحالي والقانون الحالي لن تمثل بأكثر من 15-16 مقعد من 27 بالكثير، و 15-16 تتوزع يعني كوتة أحزاب حبة 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 حبة، وبالتالي لن يكون لها أي. ممتاز دكتور ممدوح العبادي، 27 نائب هؤلاء طبعا هي نقلة حضارية ومنطقية وجيدة، وهي خطوة أولى لا بد منها بالتدرج حتى تصبح ذلك. لكن أنا الحقيقة يمكن بدي أنتقد الديوان العالي لتفسير الدستور الذي قال أنه لا يجوز أن يكون هناك القائمة الوطنية حزبية، وهذا الذي ضرب الأحزاب وهذا الذي يضرب الأحزاب. نحن نريد قائمة من 30 ومن 40 فقط أحزاب حزبية، لأنه هم الأحزاب الحقيقة الرافعة الديمقراطية للديمقراطية الرافعة للديمقراطية. ولذلك قال والله قال لأنها كوتا حزبية مش دستورية. طب ما في كوتات حزبية ما شاء الله عنها زي الليرة، شركس ومسيحية وستات وما شاء الله عنهم سيدات، وإشي ممتاز لوطننا تكون هذه الكوتات، وأنا مع هذه الكوتات من قلبي وضميري لأنه خدمة للوطن. ما يكون الأحزاب إذا أنت بدك، ليش بدك تصير حزبي أنت؟ ليش؟ ما بدك أنت كمان أيضا تساعد في بناء وطنك ديمقراطيا وسياسيا وحزبيا، وأنت كمان تصير نائب وتصير وزير، ولا اللي بده يشتغل بالعمل السياسي العام ما بده يصير نائب وما بتصير وزير، ليش يشتغل؟ هي كشافة؟ هي لا مش كشافة. لذلك أنا مع هذا زي ديوان تفسير القوانين أيضا اللي طلع جديد وقالوا أنه كنا مبسوطين انك انت بتاخذ هويتك بتروح على اي مدرسه بتشجع الناس تروح وتنتخب، قالوا لا الا بمدرسه محدده، وهذا عكس ما جاء به البرلمان، واللي قرا مداولات البرلمان انه اصر على ان تكون مثل ما كانت ب 2003 و2007 و2010 انك انت هويتك بتروح على اي مدرسه مشان تسهل العمل الانتخابي للمشاركه. صحيح. انت تدعو لتسهيل للمواطن المشاركه باقصى ما يمكن مش تعطله. ولذلك ديوان تفسير قانون كان ضد ذلك. أما أنت بتقول لي قبل شوية هل إذا شاركوا الإسلاميين من دليل اللي سأل الأخوة الإسلام، طبعا جزء من هذا المجتمع بده يقاطع بده يكون يخف كمية المشاركة، إذا شاركوا بالتالي سيزيد الإقبال، وهذا شيء طبيعي يعني. طيب هاي جاوبنا على هذا السؤال بشكل سريع دكتور، يعني الوقت يدركنا، هل الأمور أو البعض يقول أن الأمور في الأردن المشهد السياسي كامل يتجه نحو التأزيم بهذا القانون والإصرار على هذا القانون؟ أنا كنت أتحدث للدكتور قبل مجيئك ربما إلى الاستوديو، قال لي ليس بهذه الرداء المسائل، يعني أنت تتصور أن بالمسائل بهذه السوداوية والرداء وأن الأمور فعلا تتجه نحو التأزيم في الأردن في البلد؟ أنا أعتقد أن أداء الحكومة الحالي يوحي بذلك، لكن إن شاء الله أنه ما عمرها ما يطولش، يعني لأنه هي تدفع البلد بهذا الاتجاه. لا هي بعدين ما مش عمر الأشخاص عمر الحكومة. طيب يعني اداء الحكومه، يعني اذا الرئيس بتحدث انه اللي بيتكلم عن المقاطعه هذه مخالفه دستوريه، وحجم المخالفات الدستوريه الحقيقيه يعني هذا تعبير عن الراي، يعني اذا كان التعبير عن الراي بالنسبه للرئيس مخالفه دستوريه، واذا كان الرئيس الذي يحرض قال مش اللي يعني بتحدث عن المقاطعه الحديث عن المقاطعه اعتبره تحريض يعني واغلاق يعني اداء الحكومه باختصار يوحي بها ان الامور تتجه، لكن انا اعتقد ان الامور لا تمشي بهذا الاتجاه. الناس يعني حقيقة لغاية اليوم اللي مسجلين أو ماخذين بطاقات 106,000 كأنه بهذا الرقم وصلوا ولا صلوا إلى 170,000 ربما، لا 170 لا ما وصلوا، لم يصل إلى هذا، لا 107 كان. طيب هذا يعني إشي مخجل حقيقة إذا بدنا نمشي لانتخابات. لسه كم من يوم يا رجل، لسه كم من يوم يعني. رمضان الدكتور كان نقيب أطباء الدورة الأولى بسيرة نصاب، الدورة الثانية بمن حضر، إذا بنعمل انتخابات بمن حضر يعني هاي قديش صار بطاقة. أنا أعتقد واضح إنه الانتخابات لن تأخذ شرعي حتى لو جرت، على فرضنا الأمر اللي أنت أصدرت ستجد الانتخابات لو حصل لن يشارك 30% من الأردنيين في هذه الانتخابات. طيب يعني الأمور تتجه لا تتجه للتأزيم، ولكن أداء الحكومة الحالي يعني يوحي بذلك، هل هذا صحيح؟ أداء الحكومة الحالي هو الذي يوحي بأن الأمور تتجه إلى تأزيم؟ لا، هو قبل لا يجي رئيس الحكومة الحالي ما كان في مقاطعة من الإسلاميين، أو مش مقاطعة بالقرار بس المقاطعة بالتوجه، يعني
اللي كانوا يطلعوا انه والله زلمة صديقهم وصديقهم هذا شر من الشارع. هسه كل شيء شارع، شو شارع؟ الشارع في ناس مع الصوت الواحد، في ناس مع الانتخابات، وراح تصير بكره انتخابات تشوف الشارع بتهاوش وبتذابعوا على كل مقعد 7 أو 8 اشخاص على الانتخابات. ما نقولش الشارع، بس احنا خلينا نكون محددين في هذا. ناس بتسمعنا وعيب يعني. الاخوان المسلمين تنظيم سياسي بده يشارك او ما يشارك، بده يقاطع، نستطيع ان نقول يشارك ونستطيع ان نقول لا ما بده يشارك. هو كان توجهه قبل أن يجي رئيس الحكومة الحالي، رغم أنه رئيس الحكومة السابق كان له علاقة يعني، كان يزوم على العشاء كمان زي ما أيضا يعني ما في شيء يعني. كان وضع قانون جديد للانتخابات وحوله إلى مجلس النواب، صوتين وصوت للوطن اللي هو صوت أحزاب، حتى صوت شيء ممتاز أحزاب مش صوت هيك يعني. ومع هذا الإخوان المسلمين طلعوا بيان ثاني يوم صحفي قالوا اللي بكرة ما بطيح على الجامع الحسيني مظاهرة ضد هذا القانون بكون بايع الوطن للأغرب. لا ما قلناش النص الثاني، احنا كان لنا موقف احنا حكيت هذا نص مكتوب في جريدة الغد بالصفحة الأولى، ولم تكذبوا جريدة الغد. لا 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 لو كذبتوها بقول لك أنا بعتذر عنه، لكن لم تكذبوا جريدة الغد وطلع بجريدة الغد بالصفحة لم الأولى يوم الجمعة. لا تعميم لا خارجي مش تعميم ولا داخلي، دعوة هي دعوة. بيان صحفي ولا بيان صحفي. لا بيان صحفي طلع، ما طلع يعني حاكم جريدة الغد اللي طلعته ما طلع من طيب اسمحوا لي يعني بقي قليل في الحلقة نتحدث عن سوريا باتجاه مسيرة صحية، لكن هذا النص ما خرج والله. طيب. السؤال الأخير في موضوع الشأن المحلي ثم ننتقل في سوريا بما تبقى من الحلقة. يا دكتور نبيل الكوفحي، والسؤال أيضا للدكتور ممدوح العبادي، هل هناك تهويل لحجم المعارضة في الشارع؟ يعني البعض يقول لك هذول أقلية ذات صوت عالي، والبعض يقول لك لا هؤلاء فعلا هم حجم كبير جدا مهول، هناك معارضة تملأ الشوارع الأردنية، هناك تهويل؟ لا أعتقد ليس هناك تهويل. الدلالة حجم الذين سجلوا الانتخابات. هل الذين لم يبادروا بالتسجيل كلهم إخوان مسلمين أو بتأثروا في رأي الإخوان المسلمين؟ حركة المقاطعة ليست محصورة على الإخوان المسلمين، حركة المقاطعة يتبناها تيار وقطاع عريض من كافة المؤسسات المدنية والإجتماعية والعشائرية. إذا ليسوا أقلية أصحاب صوت عاليهم. طيب جيد أقلية. اتصال ثم نفس السؤال للدكتور ممدوح العبادي. عواد الغويري حياك الله. عواد سيد طارق مساء الخير. يا ميت حيا الله يا عواد، مساء عليك ربيك الكرام. حياك الله يا عواد. بالبداية سؤالي إلى سعادة النائب الدكتور ممدوح العبادي الرجل الأردني المحترم وسعادة الدكتور نبيل الكوفحي. سعادة أبو صالح، معالي أبو صالح، حينما يكون أداء مجلس النواب رديء جدا، وبعض النواب لا يؤدون واجبهم الرقابي والتشريعي بالشكل المطلوب والملموس منهم تجاه الوطن والمواطن، يقولون بعض النواب بأن هناك ضغط علينا من جهات معينة. في حينما تسأل من هي الجهات المعينة يقول لك الديوان الملكي والمخابرات العامة. فبالتالي هل هناك إقرار خطي من النواب بأنه يتعهد أنه لا يناقشوا ولا يراقبوا ولا يشرعوا ولا يحيلوا كل محلات ملفات الفساد إلى القضاء؟ هذا أولا. اثنين، يا سعادة الدكتور ممدوح العبادي، لماذا لم تعطوا الحركة الإسلامية كنواب وكحكومة مجال أن تفوز بلا قاعد بمجلس النواب وتعارض وتستلم مناصب في الدولة حتى إذا أحسن أداها رفعنا على القبة احتراما، وإذا أساءت لازلنا على الشارع وكما هو صخطنا على مجلس النواب 15 و16 سيكون على الاخوان المسلمين جبهة على من اسلامي. طيب شكرا عواد الغويري، انا اسف لكن متغول على مجلس النواب. طيب شكرا عواد الغويري، دقيقة يعني سأعطيك مجال للرد. هناك شكرا عواد، هناك موضوع التوقيع الخطي على التعهد الخطي، هذا هو كلمة شرف بجوز مش تعهد خطي. لا ادري، ربما عواد يعني بالغ قليلا. طيب لن اطيل في هذا الموضوع، يعني حجم الشارع، هم كثر بدليل التسجيل. شوف التسجيل اللي صار له سببين، سبب موضوعي ومنطقي. رمضان؟ لا 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 لا، التسجيل عادة يعني إذا رجعنا 2003 كان التسجيل على أساس البطاقة الأحوية الأحوال المدنية. صح. طلعت الحكومة قرار البطاقة الأحوال المدنية التي ستصدر ويأخذها المواطن هي البطاقة الوحيدة التي تعرف على شخصيته، ولحد اليوم ماشي هيك. بطاقة الأحوال المدنية بتروح على بنك، بتروح على كذا، هاي وقالوا غيرها ما بنقبل، وهي بطاقة الانتخابات. ما سووا كانوش بطاقة الانتخاب زي اللي سوونا إياها. ومع هذا قعدوا 5 أشهر لما استطاعوا يجمعوا الناس يسحبوا بطاقات أحوال مدنية.